الخبر الفشنك النهاردة أن الأرجنتيني كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر هو المرشح الأقوى لقيادة فريق الكورة بالزمالك، وده بعد رحيل الفرنسي كارتيرون، وده طبعا زي ما اتقال أنه هو بالتراضي. المؤكد في الموضوع ده أن كوبر مستحيل يضحي بفرص صعوده لكأس العالم مع منتخب الكونغو اللي قدامه مباريتين مهمين جدا في مواجهة منتخب المغرب أواخر هذا الشهر. بأي منطق مدير فني يلعب خلال أيام مباراتين في تصفيات نهائية ممكن يصعد من خلالها الكاس العالم يكون بيفكر أنه يدرب نادي الزمالك؟ وده طبعا مش تقليل أبدا من نادي الزمالك اللي بيستحق أنه يدربه أكبر مدير فني، لكن كوبر أكيد عنده حلم شخصي بالوصول لكاس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد ما صعد البطولة الماضية مع الفراعنة. علشان نتأكد من المعلومة معانا على التليفون الأستاذ كريم أبو حسين الناقد الرياضي. مساء الخير استاذ كريم. مساء الخير استاذ امان، ورحب بيك وكل مشاهدينا وكل مشاهدين الحياه في كل مكان. اهلا بيك. بالخط العريض، في فرصه ان كوبر يكون المدير الفني للزمالك؟ بص استاذ امان، يعني عشان نحط خط عريض كده ونحط هيدلاين كده نمشي عليه كلنا، اي اسم من الاسماء اللي اعلنت او تم تداولها في وسائل الاعلام مستبعد تماما من تدريب نادي الزمالك. ايوه، ده كده بادئ زبده كده من البدايه عشان نبقى احنا بنتكلم، عشان ندي الناس معلومه صحيحه. يعني كل الاسماء المتداوله دلوقتي وكل الناس اللي عماله تتكلم في ترشيحات ومدربين كانوا ماسكين الفرق قبل كده، وهيكتور كوبر من اكثر الناس، لان الناس ربطت، هقول لك ليه الناس ربطت بين هيكتور كوبر ان هو يرجع الزمالك، حتى كمان الكابتن اسامه يكمل عشان خاطر بعد ما يخلص الماتشين بتوع المغرب في تصفيات المرحله النهائيه في كاس العالم يقدر لو اخفق يقدر ان هو يمسك نادي الزمالك، عشان هو اشتغل مع كابتن اسامه نبيه قبل كده ومع معاه في جهاز المنتخب. استاذ كريم، فرص استمرار اسامه نبيه لاخر هذا الموسم قد ايه؟ تتوقف على نجاحه، ليه لا ما ياخدش الفرصه؟ لان نادي الزمالك كمان ومجلس الاداره ده هو اكتر مجلس ادى فرص لابناء النادي ان هم يبقوا مديرين فنيين. بشكرك احمد حسام ومؤمن سليمان وغيرهم كتير. يعني بشكرك الاستاذ كريم ابو حسين الناقد الرياضي، والاكيد ان الزمالك محتاج يستقر على مدرب فني علشان يرجع الزمالك اللي كلنا كنا عارفينه.